تنتهي الأزمة في خلال 48 ساعة أو في الأيام القليلة المقبلة، والمسألة مش هتوصل لأسبوع. ده اللي هعرفه أكتر من الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية. دكتور، برحب بحضرتك معانا مجددا. أهلا بيك، إزي حضرتك؟ تمام دكتور، يعني أنا كنت مع حضرتك كل يوم، هيبقى كل يوم كده بقى. بس أرجو إن النهاردة يبقى أفضل من امبارح، يعني هسمع رؤية حضرتك. الحمد لله الحمد لله، النهارده احسن من امبارح كتير. اولا الظروف الجويه اتحسنت، ده سمح بدخول زي ما التقرير بيقول. اتحسنت فين؟ ده هتزيد. اهم حاجه عندي المواني. تمام. انا اهم حاجه عندي المواني عشان استقبال الشحنات اللي جايه من بره، سواء في اسكندريه او في السويس. زي ما التقرير بيقول حوالي 17000 طن امبارح اسكندريه و13 زيهم في السويس. ده نفسه يؤدي الى ارتفاع كميات الغاز المستورد اللي جايه، اللي هي بتمثل حوالي 50% من الانتاج المحلي اليومي كل يوم. النهارده احنا بنشتغل في 1,200,000، لو وصلنا لهذا المعدل حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، هيكون في انفراج وتحسن ملحوظ في المواد الغذائيه وخاصه البوتاجاز على مستوى مصر كلها، وتحديدا في القاهره اكثر حالا. ده اللي احنا بنتمناه. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام عرفات، رئيس شعبه المواد البتروليه باتحاد الغرف التجاريه.